الرحمن الرحيم. طبعا واضح انه احنا قاعدين نسجل كل المحاضرات وبدي لكم لينك وهني موجودات على موقع اليوتيوب تاعي بكون غالبا في تحت اللي هو قائمه تشغيل اي دي 332 اللي هو رقم المقرر. المره الماضيه وصلنا وين؟ عند الانترنت. طيب ايش هي الانترنت؟ تعريفها نقرا شو مكتوب هنا. بالضبط. ممتاز. يعني احنا هاي مجموعة الحواسيب هاي اللي قدامنا هنا لما تكون كلها شابكة مع بعض، اهلين، لما تكون كلها شابكة مع بعض داخليا نقول عنها ايش اسمها؟ اسمها شبكة محلية، لان لوكال، اهلين. لكن لما تصير على مستوى العالم استاذ بس على الزرقاء اختار جوين، مش قصة، يعني على النظر بدك تتعلم. الآن كبر الشاشة. الآن نعيد مرة ثانية. إذا الإنترنت هو شبكة حواسيب مرتبطة مع بعض. غادة ما في حدا مسؤول عن الانترنت، لانه انت ممكن من اي مكان تحط جهاز وتشبك مع الشبكه العالميه وتتواصل مع اي ناس في العالم. يعني احنا هسه في المختبر قاعدين، انتم قاعد تتفرجوا على العرض التقديمي الباوربوينت اللي انا قاعد بشرح فيه. طب كيف شايفينه انتم؟ عن طريق الانترنت. اذا وجد الانترنت معناته انت في عندك تواصليه عاليه جدا. ننتقل على النقطه اللي بعديها، انتشار الانترنت. الانترنت هو صراحه فكرته اول ما بدات من ناحيه عسكريه، كان وزاره الدفاع الامريكيه بدهم يتواصلوا وكانوا الباحثين في ناسا او الجامعات بدهم يتواصلوا مع بعضهم البعض ينقلوا معلومات، فصاروا يعملوا شبكات حواسيب تترابط مع بعض. بعدين صارت الفكره ايش؟ تنتشر. وصارت القصه مش بس للاشياء العلميه او للمراسلات او للقضايا. شفتوا الان النت صارت عالم، يعني صار يتدخل في كل حياتنا، اتصالات اليومية، البحث العلمي، التسلية، التلفزيونات. اليوم أجهزة التلفزيون العادية صارت كلياتها أصلاً موصولة بالإنترنت، فهذا نظام الستلايت ونظام البث التلفزيوني العادي راح يلتغي أكيد 100%. يبلغ حجم مستخدم الشبكة الآن ملياري إنسان. هذا متى ملياري انسان؟ بجوز قبل سنتين، بجوز هسه صاروا 4 مليار. في الصحاري، في اي مكان، انا برجع بقول لكم يعني مثلا احنا هنا في بين اربد وعمان بطلع على موبايلي ما بتظل الشبكه ضاربه معي من اربد لعمان دون انقطاع، على التغطيه كامله. في مناطق واسعه من المملكه هون حتى في الصحاري، يعني بتطلع من هون للعقبه النت ما بيقطع معك. ايش معناته؟ معناته في تغطيه كامله. والان لانه في تنافسيه بين الشركات، انتبهوا، ترى انا بقيم على اللي بيدخل على الموقع. احنا مش بنعلمكم علشان تجيني ثاني يوم ناسي. بتفوتي على ستارت تعودي، تعلمي. مره اللي بتقولي ما بعرف راح اضلك ما تعرفي. روحي على ستارت، دوري على كلمه زوم وحط الرقم اللي اعطيتك اياه المره الماضيه. بعدين يعرفوا انا على 8 بالضبط بكون ببلش اشرح. مش 8 الا يعني 8 الا 5، 8 بالضبط. ما بستنى انا. الان وجود الهواتف الخلويه، الاجهزه الاتصال، التوسع اللي صار خلى هذا الشيء يعني ينتشر. نرجع للتاريخ. بدايه الانترنت بلشت 1969. لا اقعدي على جهاز اختي، اقعدي على جهاز. افتح جهاز واقعدي لحالك. يلا ساعديها كيف تدخل. تعود البدايات الاولى لظهور هذه الشبكه الى مشروع نفذته وزاره الدفاع الامريكيه عام اي سنه هذا؟ 1969. 69 هي ترى السنه اللي قالوا انه طلع فيها القمر. هي نفس السنه اللي طلعوا فيها على القمر. في 72 ظهرت خدمه البريد الالكتروني، وهذا اول ظهور للانترنت بشكل واسع. ثم ظهرت شبكات خدمات التبادل الاخباري. يعني لاحظوا كانوا شيء اوفيشال، يعني شيء رسمي.
دير بالكم انا بقيم على دخولكم هسه عيات، قاعد بتفرج مين عارف يدخل ومين مش عارف يدخل ومين بتاخر، كله عليه علامات. هذا المشاركه على المنتدى، وتلاحظوا قاعد بودي اسئله انا بشوف مين بيشارك. هاي الاسئله هي اسئله امتحانات بالاختصار هيك، هاي اسئله بتيجي في الامتحانات. انت اذا ما بتتابع معي اول باول لا تجيني في الامتحان تقول لي والله انا ما هو انا ما حدا حكالي والله ما بعرف. ما بتعرف ظلك ما تعرف، بتعيد الماده الفصل الجاي بتعيدها كويس تفهمها بتتعلمها بتجيب علامه كويسه. ادرسوا من هسه، ابدوا من هسه ادرسوا شوي شوي. بعدين ظهرت شبكات خدمات التبادل الاخباري، بعدين انتشرت الانترنت وصار اللي هو احنا دائما بنعرفها بدي هي الرموز هاي WWW. اختصار ليش WWW؟ World Wide Web. World يعني عالم، وايد يعني واسع، ويب اللي هو المواقع اللي احنا بنعرفها. فانت الان بدك اي شيء تفوت عليه شو قاعد بيسوي على النت. الان في الاردن واضح صرنا احنا مثلا بدك تدفع ضريبه مثقفات على النت، بدك تروح على البنك على النت، بدك تدفع الضريبه على النت، بدك تدفع ترخيص على النت، بدك تقدم طلب للمخابرات على النت، كله على النت، كل شيء. وهذا دليل الربط. انتوا كطلاب جامعه هون انتوا بتسجل وين؟ على النت. بتعرف علامتك على النت، بتقدر تدفع الان، بتعرفوا انه بتدفعوا رسوم عن طريق الإيفواتيركم. طب هذه خدمات النت الان الموجوده هي اللي بتساعدنا على انجاز مثل هذه الاشياء. كل شيء. يلا لا ادخل على جهاز لحالك صبيه، ادخل على جهاز لحالك. تطبيقات الحاسوب والانترنت في الحياه العامه حكينا كثير كويس. الان هو للبحث عن المعلومه، تنظيم المعلومات، حفظ المعلومات، تداول المعلومات. نرجع كلمه حفظ المعلومات، ما في غلط في الطباعه هون، حفظ المعلومات. فواز بقول لي انا مش فاهم شو الواجب. الواجب شايفين هذا اللي قدامكم، هذا شو اسمه؟ هذا اللي قاعد بعرض فيه انا اسمه باوربوينت. بدي تعملوا لي عرض تقديمي زيه. طب كيف كنت تتعلموا عليه؟ انا ما بعرف، انا واحد ما بعرف ايش اسوي. في وديت لكم على المنتدى الاسبوع الماضي، وديت لكم يوتيوب وتسجيلات فيديو بتعلمك الباوربوينت خطوه خطوه. احنا هنا في المحاضره معانا محاضرتين بس للباوربوينت والاكسل، اكيد ما راح نقعد نتدرب يعني تدريب كامل. فانت الاسبوع هذا بس يعني انه ايش ياخذ؟ هذا موضوع ثاني، احنا بنحكي عن التدريب. يعني هل انا هون مثلا مطلوب مني اجي ادربك على الباوربوينت؟ لا، بدربك اساسيات، بحكي لك عن النقاط الاساسيه فيه، لكن الباقي بدك تفوت انت على جهازك وتتدرب ذاتيا وتسال. ما راح ينتهي بمحاضره ومحاضرتين، احنا راح نمشي وراح نظل ماشيين في الماده، لكن في نفس الوقت مع المشروع، وانت بتسوي المشروع تتعلم كيف تسوي. نعم. لا ما هو انت قولوا لي شو اخترته عشان نتفق على التوزيعه. مش اثنين يطلعوا لي خمسه بيعملوا لي بنفس المكان، شو استفدت انا؟ تتوزع، بده الكل يشتغل، بدنا نرش الماده كامله. طيب حفظ المعلومات، يجي على كلمه حفظ المعلومات اعلق عليها. اذا متذكرين قلت لكم كلكم بدكم تعملوا لي جيميل. عملتي جيميل؟ عندك باسورده؟ لا ما تحكوا عملنا، بدي اسال واحد واحد انا، ابدي من عندك ملاك. بدات. عملتي لا عندك يعني عندك عملتي وحافظتي احلام عملتي فواز عملت حلو خلص المهم عندك ليش ما عملتي اليوم تعملي لانه في عندي شيء اسمه جوجل درايف هسه اوريكم شو هو الجوجل درايف اللي كلكم عندكم جيميل معناته كلكم عندكم جوجل درايف هذا بغنيك عن الفلاشة هاي ما بدك اياها ترفع ملفاتك وين على الجوجل درايف هي وين هاي بسموها حوسبه سحابيه شو بسموها يعني انت بتحط شو يعني بالسحاب يعني احنا بنحط ملفاتنا بالسحاب لا احنا بنحطهم على سيرفر السيرفر هذا تابع لشركه جوجل بجوز في امريكا بجوز في الاردن بجوز في اليابان ما الله اعلم وين مكانه وهم بيضمنوا لك السريه والحفاظ على المعلومات اللي داخله. اكيد
بقول لكم التليفون صار كمبيوتر، بنقدر نفتح عليه وننزله ونشوفه ونشاركه. أسيات الواجب مثلا، الواجب مطلوب منك تعملي لي واجب الباوربوينت، طلع حجم الملف كبير وفي صور كثير ما بتحمل على الموقع، ايش الحل؟ الحل ترفع ملفك كله في فولدر داخل مجلد، تحط كل شغلك وين؟ على الجوجل درايف، وبعدين من الجوجل درايف تاخذ ايش اسمه شير لينك، بتودي لي اياها وين؟ على مكان تسليم الواجب، على موقع إدارة التعلم. الآن نجي على بعض المصطلحات الموجودة هون. التعليم المدار بالحاسوب Computer Managed Instruction، انتبهوا للمصطلح CMI. CMI اختصار لإيش؟ Computer Managed Instruction. هذا متكلم فيه عن النواحي الإدارية منتهى. هذا مين اللي بيستخدمه CMI؟ مدير المدرسة، السكرتير، اللي بيشتغل شغل إداري، سوالف هذه. هذول الجماعة احنا اكسل يعتبر من التطبيقات اللي بتستخدم للقضايا الاداريه. بندخل علامات الطلاب، بندخل اسمائهم، جداول، بننظم قوائم بيانات عنهم، ارقام تلفوناتهم الى اخره. النوع الثاني اللي زي اللي انا بستخدمه الان اسمه التعليم المعزز بالحاسوب، اللي هو كمبيوتر اسيست انستراكشن، اللي هو اختصاره سي اي اي. هذول اللي بيسال عنه في الامتحانات شو هي السي ام اي وشو هو السي اي اي. CMI Computer Managed Instruction، وهذيك Computer Assistant Instruction، يعني إنه إحنا بنستخدم التطبيقات الحاسوبية والحاسوب كمساعد في التدريس. كيف يعني مساعد في التدريس؟ زي ما أنا يعني أنا بقدم المادة التعليمية من خلال عرض تقديمي مثلا، من خلال فيديو، من خلال أدوات مختلفة بتساعدني في تدريس المادة. الخصائص التعليمية للحاسوب، أيوة هذول النقاط خاف الله بعثت بعضهم على المنتدى عشان تشاركوا فيهم، وبرجع بأكد هذه أسئلة امتحانات، مش كلهن يعني، بجوز أجيب لك واحدة منهن. أهلين مرحبا، أهلين حياك الله، يا مرحبا، هلا أهلا ناس. أنا قلت لك أنت لا تجيش عندي، روح على عمان خلص كل شيء هناك إن شاء الله. الآن نيجي على الخصائص التعليمية للحاسوب. لماذا الحاسوب؟ أنا حطيت السؤال حتى وديته على المنتدى، قلت لك لماذا الحاسوب كوسيلة تعليمية؟ طب في وسائل تعليمية أخرى غير الحاسوب، مظبوط، إحنا مش متعصبين للحاسوب، لكن الحاسوب أضحى هو الوسيلة الأكثر لسهولة استخدامه، جاذبيته، سرعة التعديل، يعني في أشياء كثير. بعدين غزارة المعلومات، ركزوا على كلمة غزارة المعلومات. شو يعني غزارة المعلومات؟ هو ما عنده معلومات، هو الكمبيوتر ما عنده معلومات، انت بتفوت بتبحث عن مواقع فيها معلومات، هي بتعطيك اول شيء المعرفه، بتعطيك سهوله الوصول للمعلومه، سهوله التحكم فيها وتغيير شكلها، هذا مهم جدا. تحفيز التعلم الذاتي والتفكير الابتكاري، ركزوا على طول بيتخط تحت التعلم الذاتي. احنا هنا في الجامعة، سياسة الجامعة اصلا في التدريس انه انت بتتعلم ذاتيا، ما في عندنا سبون فيدينج اللي هو انه والله جيب هالمعلقة وقعد سقيه حبة حبة، هذا الحكي انتهى. مش على ساعة مكتبية، في ساعة مكتبية، ليش ما في ساعة مكتبية؟ انت معك طول الاسبوع ساعات مكتبية. احنا لما بنقول لك تواصلي معنا عن طريق الموقع، ليش هذا الموقع؟ مش عشان بس تيجي تشوفيني يوم السبت من الساعة 8 للساعة 9، اسألي، إذا ما رديت عليك تعالي حاسبيني، حقك هذا. أنا كل اثنين من الساعة 10 ل 12 في عندي ساعة مكتبية، أسوريك وين موجود الساعات المكتبية للدكاترة، تقدر تتواصلي معي أونلاين. حدا فيكم اتصل علي قلت له ما بدي أرد عليك، وديت مسج قلت ما بدي أرد عليك؟ إذا أنا بتواصل معك قاعد مش في ساعة مكتبية، مش في يوم واحد، إذا أنت عندك. لكن بالنهاية بنرجع بنأكد، انت تدريبك الاساسي وشغلك الاساسي ذاتي. هلا التفكير الابتكاري والتحفيز الذاتي هذا اليوم، يعني مثلا كل التعليم الجديد، العلم ما بوقف، الابتكارات ما بتوقف، المعرفه ما بتوقف. طب انت كل ما يطلع شيء جديد يروح اخذ اجازه من شغلي، اروح اخذ دوره، ولا انقطع عن عملي عشان اروح اتعلم؟ ما بينفع، بدك تتعلم ذاتي.
المواقع انترنت الان مشهور بشيء اسمه موك، راح نسمع راح ناخذه في الوحده الخامسه، شيء اسمه الموك اللي هو الماسيف اوبن اونلاين كورسز، بعطيك كورسات عن موضوعات شتى، ادراك واحد منها، رواق واحد منها بالعربي، لكن في مواقع اجنبيه كثير، في هوز، في مواقع مجانيه، في مواقع مدفوعه، مش كله يعني مجاني. النقطه الثانيه القدره على التحكم، الجاذبيه، بالله هذول النقاط قراوهم الكتاب. يعني انا هنا مطلوب منكم مش بس تعرفوا النقاط، تعرفوا شرحهم. ودائما في الشرح ركزوا على تقديم المثال. قدموا مثال. تقديم المثال هو اللي بيعطي القوه، بيبين انه انت فاهم ولا مش فاهم. نعم. الان ننتقل على الجزء الثاني اللي هو التدريس المدار بالحاسوب. ايش اعطينا الرمز تاعه؟ مين يذكرني؟ شفت يا فواز شو هذا اللي بعرف فيه؟ هذا باوربوينت، انت مطلوب تعمل واحد زيه، هذا واجبك. هسه بنقسم، احنا ما اتفقنا خلاص. يلا، شو سميت الحاسوب وعملية التعليم والتعلم لما قلت التدريس المدار بالحاسوب؟ شو الرمز تاعه بالانجليزي؟ C-A-I المعزز، بمساعدة الحاسوب، التدريس بمساعدة الحاسوب، C-A-I المعزز. والمدار بالحاسوب اللي هو للإدارة، يعني لما أقول مدار يعني إدارة، يعني بيستخدموها المدراء والسكرتير، الناس اللي لهم طبيعه عمل ايش؟ اداريه. الحاسوب وعمليه التعليم والتعلم، خلينا نشوف ايش بده يصير. حسنات استخدام الحاسوب، صرنا مكررين كثير، يطيح للطلبه التعلم وفق سرعتهم الخاصه، هاي كويسه. هسه لما نعمل فيديو احنا وبرجع بناكد، مش قلت لكم انه هذه المحاضرات مسجله فيديو؟ في حدا فيكم دخل على التسجيل؟ تاع الاسبوع الماضي؟ اللي سجلناه الاسبوع الماضي حد دخل عليه؟ كل المحاضرات بدون ما ابعث بتفوت على قناه اليوتيوب تبعتي، ما بتعرف تتعلم كيف تفوت، ايوه، وبتروح على قوائم التشغيل رقم المقرر ED332، اخر فيديو بيكون هو فيديو المحاضره، خلص نتعود هيك. بعثت ولا ما بعثت؟ احنا قاعدين بنوثق اللي بنشتغله، معناته انتم حضراتكم لازم تفوتوا وتطلعوا وتحضروا كمان، لانه انا المفروض اجي اتلقى منكم اسئله. الباوربوينت هذا اللي قاعد بعرضه، هذا سري؟ هذا مخبى؟ من وين جبتوها؟ ما اعرف من وين جبته. لا، مو من الكتاب، من وين جبته؟ من الموقع، نزلته قدامكم من الموقع، بس انتم جيتوا متاخرين، ما شفتوني وانا بنزل فيه، نزلته من الموقع، معناته انتم حضراتكم لازم تفوتوا على الموقع وتدرسوا من الموقع، وتيجوا هون شو تسووا؟ ناقشوا، اسالوا، اطرحوا، ما بتسالوا، انا بسال. هسيات، ما اقوله وما لا اقوله مطلوب. ما اقوله وما لا اقوله مطلوب. لانه انت كتاب، احنا عندنا مقرر نشتغل عليه. خلصنا. يتيح للطلبه التعلم وفق سرعتهم، وهذا مهم جدا، بالذات في موضوعات زي الرياضيات، قياس تقويم، البحث العلمي، مثلا موضوعات فيها صعوبه شوي، بلاقي حالي انا يعني بجوز ما فهمش مع الدكتور. جاي الصبح زي هيك مسطل مش مركز. انا شايف هسه اغلبكم نصكم نايمين ترى. مبين على عيونكم. مش مركز. هاي الكلمه شو معناها؟ ما انتبهتش عليها. يا اخي لما بنسجل لك اياها فيديو او نعمل لك وسائل تعليميه باستخدام الحاسوب بتعود عليها مره ثانيه حسب سرعتك، هدوء شوي شوي في الوقت المناسب لك. اذا هذا هاي مهمه جدا. ويتكيف الحاسوب، في بعض البرمجيات بتكون مهيئه للتعلم الذاتي، الطالب بيتعلم من خلال برمجيه الحاسوب. هي بتقوده، يعني امشي هون مثلا العاب تعليميه او مسابقات او اختبارات الكترونيه بتساعد الطالب على ايش؟ الممارسه. هسه ذكروني اوريكم مثال حي الان، وراح اشوف كيف بخدم البلد بشكل قوي. اللي بعده، اختصار الوقت والجهد، يوفر اجواء تعزيز، تقدر تعطيه تعزيز ايجابي، والله احسنت اجابتك كويسه، يلا كمل. اللي بعده نيجي على هاي، يراعي الفروق الفرديه بين الطلبه، هاي مهمه جدا. يعني في طلاب مثلا ضعيف التحصيل بده شوي شوي وبده تعيد له، بده
اذا هو بيكرر لحاله، والطالب الممتاز حسب سرعته بيقدر يعمل سكيب، يعني ينتقل على المرحله القادمه اذا كانت الماده كلها متاحه له. يوفر بيئه تعليميه جذابه فيها صور حركات، يعني بيعمل نوع من الجذب للماده. في برامج تعليميه للتعلم الذاتي، في برامج متخصصه للتعلم الذاتي. مصدر غني للمعلومات. أسيات احنا صرنا لو بدنا نعرف اي معلومه بنفتح جوجل، وين مطعم فلاني، وبدنا نروح ناكل من وين المطعم الفلاني على جوجل، او مش على جوجل ما بحط على جوجل نفسه، بيعطيك وين المكان وكم رقم التلفون، وبتتصل فيه تحجز ومش عارف ايش. بدك تعرف معلومات عن الجامعه نفس الشيء. مره سويت معلومه مع طلاب الماجستير، ودت وحده مسج قال الجامعه مش محترف فيها، وبلشوا الطلاب طبعا على طول اشاعه، يعني خلص واحد حكى الباقي. حبيبي قلت لهم والله كلكم مخصومكم 5 علامات. ليش؟ قلت لهم انتم ما عندكم عقل؟ عندكم عقل؟ عندنا عقل. وبتدرسوا ايش انتم؟ تخصصكم تكنولوجيا تعليم، ماجستير تكنولوجيا تعليم. ما في عندكم؟ طب نت في موقع رسمي اسمه هيئه الاعتماد، فوت على هيئه الاعتماد شوف اسم الجامعه موجود ولا مش موجود. بناء على ايش انت اخذت؟ عشان واحد حكى. واحد حكى. ما بصير هذا الكلام. في هيئه رسميه موجوده في البلد، انت بتعرف انه في نت، اذا انت هون صار مصدر غني للمعلومه والتحقق منها. في المكتبه الالكترونيه اللي عندنا في الجامعه، وانا بتدور على الابحاث المعتمده، لانه مش كل شيء عن النت، لانه انا ممكن انشر اي كلام عن النت، شو عرفني انه صح ولا غلط؟ مش عرفني انه موثقه. اذا بدك قواعد بيانات معتمده. لذلك لما تفوتي على الجامعه بتكون عندك يوزر نيم باسورد، بتكون محكومه في قواعد بيانات معروفه عالميا انها بتعطي معلومات صحيحه. هاي مهمه جدا. الاسهام في تحسين الطلاب الاكاديمي، هسه بعطيكم مثال عليها، هاي خليها ببالنا. يسهم في تقليل العبء الدراسي على المعلم. مزبوط. انا بالنسبه لي التكنولوجيا بتساعدني بشكل كبير جدا لما يكون في عندي ادواتي واجهزتي. يعني انا مثلا في الرياضيات، تعرفوا كم لوح بنعبي في المحاضره الواحده لمده ساعه؟ حوالي 15 لوح الى 20 لوح. طب انا لما استخدم اللوح التفاعلي، اللوح الالكتروني، وفر علي وقت وجهد، لانه انا بسرعه بفتح صفحات وبرجع للصفحات وبقدر اخزن اللي اشتغلته. اما اللوح العادي لما بكتب وبمسح راح، في حين هذاك شو موجود وبخزنه، غير تسجيل الفيديو. يعني هذا شيء اضافي. اختصار وقت الجد المعلم وتعليم مع تقليل الكلفه. ايوه هاي كمان مهمه جدا. صحيح ولو انه يعني احنا بندفع كلفه التكنولوجيا وكلفه الكمبيوتر، الا انه تعال قارنها بما سبق، هي كلفه قليله. كلفه قليله. شوفوا عندكم هسه الكتب، اسعار الكتب والمواد التعليميه على طول خفضوها للنص، لانه صار مثلا يقول لك كتاب الكتروني. ونروح في توجه انه تعفى. خلص بدون فلوس. وهذا متاح. ممكن. ميزات استخدام الحاسوب كوسيله تعليميه، خاف الله انشا هذا. ما بدنا نحكي يعني كل التفاصيل الموجوده، يعني التفاعل، التحكم، اتوقع هذا النقاط مكروره وحكيناها، ما في داعي رد نعيد نفس الكلام. انا دائما بميل للامثله صراحه، اكثر بميل للامثله. الان هذا كله اقراوه لحالكم. كيفيه استخدام المدرسه للحواسيب بالمدارس. المدارس كيف تستخدم الحاسوب؟ نبدا بالاول من عين الاداره. مدير المدرسه، السكرتير، مساعد المدير، عندهم حواسيب، شو بيسووا فيهن؟ بيلعبوا طرنيب. شو بيسووا فيهن؟ لا جد، هو لا احنا نحكي الشيء النظامي، ايش لازم يسوي هو؟ عنده قاعده بيانات، في عنده بحط معلومات الطلبه، اولياء امورهم، ارقام تليفوناتهم، اماكن سكنهم، صفوفهم. في برنامج متخصص اسمه الجدول الدراسي، موجود عندكم؟ موجود. الكترونيا لا، في برنامج اسمه الجدول الدراسي، بجيب بدخل معلومات المعلمين، معلومات الطلبه، معلومات. هو برنامج استعمل هيك، هو بوزع الجداول وبحط له شروط. انا ما بدي استاذ يطلع عنده اكثر من 4 حصص في اليوم،
ما بدي يطلع سابعتين، ما بدي يطلع له مش عارف ايش. هذا كلياته اسمه ايش؟ اختصاره ايش؟ CMI. والله نعيد فيها. Computer Managed Instruction. يلا. بنودي خطط الدراسية، كله هذا شغل إداري، كله شغل إداري. مدير المدرسة إرسال بريد إلكتروني، الآن صار برضو. أجت فترة وزارة التربية والتعليم في الأردن كانت ستعتمد نظام المراسلات الإلكتروني. إحنا عندنا في الجامعة نظام المراسلات الإلكتروني هو المعتمد فقط. إذا وصلني بريد من الجامعة هذا تبليغ رسمي. وإحنا هسه قاعد أقول لكم أي شيء بحطه على الموقع هو تبليغ رسمي. هسه أنت انتبهت؟ ما انتبهتش؟ شفت؟ ما شفتش؟ أنا مشكلتك. موقع الجامعة هسه إحنا موقع الجامعة على المنتدى، إذا نحط شيء على المنتدى مني هذا تبليغ رسمي. مش مني، مني أو من دكتور حارث أو من دكتور خالد العجلوني. يعني أي شيء بنحط على الموقع هو معتمد رسمي. كويس. البحث والقصص الإخبارية الرقمية، يعني بيقدروا يعملوا بحث ودوروا على أشياء. السكرتيرة، في صار عندنا نظام الهواتف الأوتوماتيكي، بتعرفوا هاي نظام الهواتف الأوتوماتيكي؟ هذا إحنا عندنا نظام الجامعة، لأنه الجامعة موجودة بعدة فروع. أنا لو بدي أحكي مع الكويت، تخيلوا هاي، عندنا نظام سيسكو، نظام التلفون اللي عندنا نظام سيسكو، ما بدي أحكي عن النت، بضرب رقم نجمة، كويس، رقم من 4 خانات مربع، بضرب على الكويت كأني داخلي، والكويت بضرب عليه كأني داخلي. هذا لأنه في شركة نفسها موجودة في الأردن وفي السعودية وفي الكويت، بنحكي مع بعض داخلي من مكاتبنا. عزين كلياته بحكي كأنه شبكة داخلية. هذا هو نظام الهاتف الأوتوماتيكي. نعم طبعا تعرفوا بعدين عمليات التحويل ومش تحويل، ووديني على المكتب الفلاني وحولني على هذا كلياته أنظمة. لولا وجود شبكات ما لها معنى، ما لها، لكله مربوط على الحاسوب. طبعا قواعد البيانات، لما نقول قاعدة بيانات، لما تسمعوا كلمة قاعدة بيانات، شفتوا إكسل المرة الماضية؟ الإكسل فيه له أعمدة وله صفوف. طب نحكي مصطلح الآن، الصف يسموه ريكورد، سجل بالعربي. نعيد، الصف تتخيلوا جدول، جدول كويس، الجدول له صفوف وأعمدة صح؟ كل صف يسموه سجل أو ريكورد، والعمود شو بيسموه؟ بيسموه حقل أو فيلد. نفهمها هسه. أنت لما تعبي بالجدول، في رأس الجدول فوق في العمود تكتب مثلا اسم الطالب، عنوان اسمه اسم الطالب، هذا اسمه حقل. طب تحته شو بتكتبي؟ أسماء الطلاب. طيب شايف القائمة عندي هيك أنا. هسه لما تقول الرقم الجامعي هون، لما تقول الرقم الجامعي هذا حقل عمود، لأنه هنا اسم الطالب عمود، اليوم الأول عمود، هذا اسمه حقول. الآن كل طالب له ريكورد، سجل اسمه ورقمه الجامعي وعلامة الامتحان الأول، علامة الامتحان الثاني إلى آخره. إذا قواعد البيانات هذه كلها بعضها اسمها إيش؟ قاعدة بيانات. قاعدة بيانات، فقاعدة البيانات مكونة من إيش؟ من سجلات وحقول، سجلات وحقول لتنظيم البيانات، تنظيم البيانات الموجودة سواء في المدرسة في الجامعة إلى آخره. طبعاً اليوم السكرتيرة أو المدير أو كذا تستخدم برامج تطبيقية كثيرة مثل الوورد للكتب الرسمية، طباعة بدنا نطبع كتاب رسمي، كيف تطبعه؟ كلياته عن طريق البرامج التطبيقية. إحنا عندنا في الجامعة إيش في عندي إشي إداري أنا بستخدمه معاكم؟ بدي أطلع قوائم الأسماء وأطلعها من قاعدة البيانات تاعت الجامعة، بدي أشوف الرسوم المالية من قواعد البيانات تاعت الجامعة. شو بعرف إنه عليك هالقد فلوس؟ أنا ما أنش حافظ، بس بطولها من وين؟ من قاعدة البيانات. الآن المدرسة اللي فيها حواسيب، لو اعتبرنا مختبر زي هذا، واعتبر حالنا إحنا الآن في مدرسة، الآن لازم يكون في عندي واحد مشرف على هذا المختبر صح؟ هذا شو وظيفته؟ الأجهزة، الصيانة، شبكة واصلة، تحديث البرامج، إذا في فيروس لا سمح الله يشيله إلى آخره، يتأكد إذا أحد عنده مشكلة فنية يساعده فيها. هو IT، هاي وظيفته IT. الآن المعلمين، إحنا هذا شغلنا الأساسي، إحنا معلمين.
شو شغل المعلم الأساسي؟ بده يدرس، وصل معلومات، يختبر الطلبة، يحفزهم على التعليم، يخليهم يبحثوا، يستقصوا. الحاسوب كثير بيساعدوا في هذه الشغلات. اليوم مثلا في عندنا شغلة المختبرات، مدرسة ما فيها مختبرات، في شيء في النت اسمه المختبرات الافتراضية، يفوت على المختبر الافتراضي بيسوي التجربة، يخلي الطلاب يمارسوا التجارب لوحدهم. هذا كلياته بيسموه التدريس المعزز بالحاسوب CAI. إلى آخر الوسائط المتعددة. أخصائي الوسائط المتعددة هو الصيانة المباشرة للإنترنت، خلق الأنشطة الصفية، تشغيل الوسائط. يعني هذول كلهم بيشتغلوا. الطلبة شو وظيفتهم؟ تقل معلومة، التفاعل معها، البحث، المناقشة إلى آخره. أولياء الأمور يعني إذا كنا مدرسة، تواصل مع المدرسة من خلال موقع إدارة التعلم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره، أو بالطرق التقليدية بالتلفون، بالزيارة الميدانية، بالرسائل إلى آخره. ميزات استخدام خلاص إنه يعني خلاص مبررات استخدام الحاسوب، ميزاته، خاف الله صرنا كثير. الآن نجي على المعيقات. هذه المعيقات كل ما بتقدم الزمن قاعد شو بصير فيها بتقل أو تنعدم. اليوم إحنا صرنا ما نتخيل بيت بدون نت، يعني بلاش نقول مستحيل لكنه صار صعب، خصوصا إنه يعني النت ما هي بس للتعليم، يعني لو اقتصرت على التعليم فقط لبقيت محدودة، ولكنها الآن صارت التلفزيون عن نت، الاتصالات عن نت، المعاملات الرسمية عن نت، كل شيء، الجيم عن نت، يعني كل شيء عن نت. طبعاً كلام قديم أنا بعترض عليه، إنه إحنا يعني بالرغم من كل المحاولات إنه دمجوا في التعليم أصبح لا، الآن أصبح دمجوا في التعليم طبيعي. لكن في ثقافة المجتمع لا زالت تقاوم. وحتى المتطلب، يعني أنت لو تعطي محاضرة أو تدريب للطلاب بالطرق الحديثة، يعني كثير بعلق لك بقول لك هذا مش تدريس. ولا شو التدريس؟ تدريس يظل واحد زي حالتك يظل قاعد وبث، والله شرح كويس، ما شرح كويس، ما شرح كويس. طبعا انه هذا بالنسبة لنا غريب. مش تعليم هذا، الرسم مش تعليم. شوف في ثقافة، هاي اسمها ثقافة يا رنا، هاي اسمها ثقافة. هذه الثقافة ان انت ما تردي على جدته وردي على الصح. ما شاء الله. وانا بالنسبة لي ماشي على هذا النهج، بقول لكم الساعة 8 ببدأ المحاضرة، عن الساعة 8 ببدأ المحاضرة، ولو ما في حدا بفتح الكمبيوتر وببدأ ببلش. وبسجلكم غياب. طلاب الرياضيات امبارح نفس الشيء، قلت لهم تجوا محضرين، ثلاث أربعة اللي محضرين، الشعبة فيها 35 واحد، ما شرحت ولا شيء، صرت أحل مسائل. هذا أنت قلت على جد؟ ولا حاط لكم فيديوهات هاي ليش؟ حاط لكم أوراق العمل هاي ليش؟ عشان تيجوا بدكم تسمعوني أشرح من جديد؟ لا حبيبي، بتيجوا محضرين، والمرة الجاي أسئلة، إذا أنتوا شاطين وأذكياء استغلوا وقت المحاضرة نحل الأسئلة الصعبة. ما بدكم، أنا بجيب، ما راح أجيب هذول السهلات في الامتحان، راح أجيب الصعبات اللي في الامتحان. أدرس. إذا الطالب ما تعودتي بهذه الطريقة ما راح يتعلم، ما راح يتعلم أكيد. الكرة في ملعب الطالب مش في ملعب المدرس. لما بيشل بيشل الطالب مش الأستاذ. أنا وظيفتي أو أساعدك وأجاوب أسئلتك قدر الإمكان، لكن الجهد الأساسي وين؟ على الطالب. طبعا من المعيقات كانت اللي هي قلة توفر الأجهزة في المدارس، بس أتوقع إحنا عندنا في الأردن ما أظن هاي مشكلة، إحنا من أعلى النسب في العالم نسبة عدد أجهزة للطلبة. نسبة عدد الأجهزة إلى الطلبة في الإحصائيات الرسمية في الأردن
ماشي. اما هو انت لانه هم لما دخلوا الحوسبه، لما دخل الحوسبه من 2003 في الاردن، كان كل ثانويه في الاردن، كل ثانويه ذكور واناث فيها 40 جهاز، حوالي 40 ل 50 جهاز. ال 40 50 جهاز لما توزع على عدد الطلبه بيطلع لكل اربع طلاب جهاز. هذه نسبه مش موجوده في امريكا، في الدول المتقدمه مش موجوده. هو الان معك انا بده تحديث. قلة البرامج التعليمية لما طلب وقت وجهد؟ لا طبعا الآن ما في قلة برامج تعليمية، بالعكس الآن البرامج التعليمية منتشرة وبوسائل مختلفة وأغلبها مجاني. ضعف قدرة المتعلمين على التعامل من الحاسوب، هاي مشكلة، لكن الآن الجيل الرقمي الجديد هذا اللي قاعد بطلع ما عنده مشكلة، هو بيعلمك أصلا. ضعف البنى التحتية في المدارس كمان، هذه البنى التحتية الآن انتهت بشكل عام، مش بس صيانة، الآن كله ويرلس وفايبر أوبتكس ومش عارف إيش، هي تعطيك مجانا، تعال مجانا بتعطيك أورنج أمنية وزين. عندك أنت ثلاث شبكات في الأردن قاعد تشتغل، غير اللي هو الدعم اللي قاعد بيجي حتى خارجي. أمنية أورنج، شو بدك أحسن منها؟ طبعا التكلفة العالية أكيد هي راح يظل في تكلفة، ولو إنها مش عالية كثير إلا أنه يعني يبقى تكلفة. عدم توفر البرامج التعليمية الملائمة باللغة الأم، لأ الآن في بالعربي كثير في برامج صارت باللغة العربية. صعوبة تنظيم جدول الدراسي، نعم هاي مشكلة. اكتظاظ الجدول الدراسي بالحصص ما بيسمح أنه المعلمين يدخلوا، يعني مثلا حصة حاسوب فاهمين بدروا على الحاسوب، طب حصة رياضيات بفوت على الحاسوب، حصة علوم بفوت على الحاسوب، لا بدك تحجز، ما فيش مكان، ما هي حصص بس. الآن الجدول الجديد حسب النظام الجديد سقطوا الحاسوب، سقط، بطل في حصص حاسوب، صار كلياته يعني تحول لشيء ثاني. عدم وجود الخبره الكافيه لدى المعلمين لدراسه تقييم برامج تعليميه، وصراحه هي هاي القصه الرئيسيه، انا هذه اللي بركز عليها. اذا المعلم هو بتبنى الحاسوب كاداه، معناته الامور شو بتكون؟ سلسه، واذا لا لا. طيب الان بدي احكي عن شغلتين، ركزوا معي عشان ما نتزاعل. اول شغله، وين اللي قلت لكم اياه يا فواز؟ قلت لكم بتفوتوا على قناه اليوتيوب تبعتي. مين بيعرف شو هي قناه اليوتيوب تبعتي؟ كيف اوصل لها؟ بدخل على اما مفيد ماث، سجل عندك يا استاذي مفيد ماث دوت كوم، اكتب بصير، اذا كتبت مفيد موسى بيجيبك على طول. بعطيك الموقع الرسمي تاعي، هذا الموقع اللي انتم شايفينه، هذا موقعي الخاص، مش هذا اليوتيوب بس. اكتب مفيدماث.com، مفيد ام او اف دبل اي دي ماث.com، اكتب لكم اياها هون شوفوها فوق، بس اذا مش شايفينها بنحطها على باوربوينت عشان الكل يشوف، ما حدش يقول لي ما شفتش. هاي باوربوينت، فتحت باوربوينت، شو هو الباوربوينت؟ هذا الباوربوينت، هذا التطبيق اللي قدامك اسمه الباوربوينت، هذا هو شايفينه قدامكم. الموقع الرسمي تاعي. في عندكم مكتوب مساقات الجامعه العربيه المفتوحه صح؟ هذول اذا خلصتوا من عندي وجيتوا وطلعتوا وتخرجتوا كمان وبدك ترجع الى المحاضرات اللي كنت اسويها وفوتي لها، برجعك عليها. مساقات الجامعه العربيه المفتوحه لما تفوتي عليها ان شاء الله تكون 332 واحده منهم. اذا مش واحده منهم بفوتك مباشره على مين؟ على القناه اليوتيوب الرئيسيه. اوريكي كيف تتعاملي مع قناه اليوتيوب. على فكره اليوتيوب احنا جزء من مادتنا هون. راح ناخذه في وحده من الوحدات عن اليوتيوب واليوتيوب التعليمي واليوتيوب كيدز وشغلات هذول. ولما قلت لكم انا سووا جيميل، لما قلت لكم سووا جيميل، ايوه ايش معناته؟ معناته صار عندك انت قناه يوتيوب تقدر انت ترفع فيديوهات عليه، وعندك الجوجل درايف. هسه بنحكي عن الجوجل درايف كمان بطيء. طيب ندخل على الطريقه الثانيه، ندخل على اليوتيوب. ادخل على اليوتيوب، بيطلع معك بعرف. بدكم تدوروا على قوائم التشغيل، بدنا ندور على ايش اسمه قوائم التشغيل. بقوائم التشغيل بتكتبوا الرقم اي دي 332،
لورقم الماده، بعطيك الفيديوهات اللي بنسجلها للمحاضره وفيها الهلب تاع الواجب وفيها تعليم على الباوربوينت. يعني كل الفيديوهات وين موجوده؟ في مكان واحد، في مكان واحد. خلص اذا هاي اول نقطه خلصنا منها. الان طلعوا معي، انا بدي ادخل على جوجل، ركز معي يا فواز. هاي جوجل، طلع على الشاشه عشان نعرف كيف نتعامل مع اللي هو الجوجل درايف وكيف نتعامل مع ال. عليكم السلام طلاب، حي الله. لما تدخل على جوجل، لما تدخل على جوجل، انا داخل شايفين صورتي طالعه هون على اليسار، معناته انا داخل على اكونت، انا داخل من جهازي. لكن لو كنت داخل من جهاز ثاني وما لي صوره طالعه هيك، بكون في عندك تسجيل دخول، في شيء اسمه تسجيل دخول. اوريكم كيف بكون الوضع اني انا مش داخل، بدي اعمل خروج. هاي عملت خروج. اذا ما تدخلوا اول مره على جوجل بالطريقه هاي، طلع شيء مكتوب فوق ازرق، تسجيل الدخول. هذا من اي جهاز يا استاذ بتفوت؟ من اي جهاز؟ دخلت دخول، تسجيل دخول. اذا اول خطوه عملها تسجيل الدخول. شو بده مني في تسجيل الدخول؟ بدي انا ادخل الجيميل والباسورد. عشان اقول له سووا جيميل. طيب نسوي تسجيل دخول. هياته هو انا محفوظ عندي لانه على جهازي. تعرفي لو تدخلي من اي جهاز ثاني جديد اول مره تدخلي عليه، بودي لك على التلفون مسج بقول لك ترى في واحد داخل حسابك، انت فلان ولا هذا غيرك؟ قول له خلاص انا واثق منه، ما عندك مشكله. يعني هذا نوع من السكر. شايفين هذول المربعات او شيء؟ بدك تفوت على البريد الالكتروني، تودي لي مسج على البريد الالكتروني، بتروح على الجيميل. هاي اكبر الصوره، شايفينها ولا نكبرها؟ هاي هيك اوضح صح؟ اي بعدين لا هيك. هيك احسن. طيب شايفين هون هاي المربعات، هاي المربعات اللي جنب بعض، هاي اسمها ابلكيشنز، ابس، تطبيقات، تطبيقات جوجل بسموها، تطبيقات جوجل. اذا ضغطت عليها، هذا راح نتعلمه، راح نمر عليهم، نمر هيك مرور سريع. كلكم تعرفوا خرائط جوجل، مرت عليك فواز هاي خرائط جوجل على التلفونات؟ ممتاز. هاي كلنا بنعرفه، البحث، حساب، هذا انك تغير البروفايل تاعك، تحط صورتك، تحط معلوماتك، تلفونك، ايميلك، اللي هو هون الجيميل العادي، هون الاخبار، هون اليوتيوب، اليوتيوب الخاص فيه، هون برفع فيديوهاتي هون. مو هذاك بتعرفي باسورده؟ لا خلص، ما دام ما دخلتيش عليه انسيه، هم بلغوه بعد فتره. الان شايفين هاي الدرايف؟ شايفين الالوان اللي هني هذول تاعت البرازيل؟ هذول هذا مشجعين البرازيل. هذا اسمه الجوجل درايف. هذا الجوجل درايف هو عباره عن كلاود ستورج. ايش يعني كلاود ستورج؟ يعني تخزين سحابي. مجرد ما ضغطت عليه، عملت بهاي الطريقه وضغطت عليه، شو اعطاني؟ هذا كلكم كنتوا تفوتوا تجربوه لحالكم. مساعده اليوم تعملي قبل ما نروح. شو هذا؟ طلع لي اشياء كثيره انا ما شاء الله. انا طلعوا انا شاري مشترى هذا، هذا الاستورج شاري بفلوس، بدفع عليه كل شهر 10 دولار 7 ليرات عشان يعطوني 2 تيرا. معي استورج 2 تيرا. كل شغلي هون، صار ما صار لا سمح الله، شطب الكمبيوتر كله، ما عندي ولا اي مشكله. من اي مكان بفوت، كل ملفاتي موجوده، وبحتفظ في اشياء صار لها 5 سنين وعشر سنين موجوده عندي. هسيات انا شو بسوي لما بدي ارفع ملف؟ كيف بدي ارفع ملف يا فواز؟ هسيات اهم نقطه، اول شيء كيف توصل لهون؟ عرف كيف وصلنا لهون؟ رحنا على جوجل، دخلنا بالهاب، رحنا على هذول المربعات اللي هن الابس، دورت على الجوجل درايف، كبست عليه. انت بالنسبه لكم لما تفوتوا اول مره راح تلاقوه فاضي او في ملف ملفين بجوز. ايوه ممتاز. الان شو بدك تيجي تسوي؟ بدك ترفع ملف او فولدر مهما كان حجمه. طبعا معك انت 15 جيجا فري، مطلوب منك تدفعي ولا شيء. كويس؟ بتيجي على اي مكان فاضي، على اي مكان فاضي بالدرايف، وبتعمل رايت كليك زي هيك،
اي مكان فاضي وتعمل رايت كليك. لما تعمل رايت كليك شو بعطيك هون؟ قائمه انه هون او هيك اذا بتحب من هون على الدرايف اعمل رايت كليك هون رايت كليك. هذا بطيء النت. ايوه خلاص. لما تعمل رايت كليك زي هيك شو اعطاك؟ نيو فولدر، ابلود فايل، لود فولدر. شو ابلود؟ رفع. يعني انت عملت مثلا الواجب تاعك حجمه كبير، اعملهن حطهن بفولدر بالاول، اعمل فولدر سميه اي دي 332 رقمك الجامعي، اسمك ما تحط اسمك، رقم الجامعي وايش ورقم المقرر بس، لا تحط شيء ثاني. بعدين بس تخلص من القصه هذه شو بتعمل له؟ ابلود. شو بتعمل ابلود لايش؟ للباوربوينت وللاكسل، الملفين مع بعض بدون ضغط بدون شيء. ارفعهم وين حطهم؟ على الدرايف. رفعناهم، طبعا لازم يكون شابك نت، اذا مش شابك نت ما برفع. ممتاز. الان طلعوا في عندي، لو تركزوا معي كويس يا جماعه، ركزوا معي كويس، طلعوا لهم مثلا 331 شايفينها معي؟ في عليها صوره شخص، لكن 359 ما عليها صوره شخص. شو يعني عليها صوره شخص وما عليها صوره شخص؟ يعني 331 مشيرها مع ناس، عامل لها شير مشاركها، و359 مش مشاركه خاصه اللي ما حدا بيقدر يفوت عليها. طب كيف بعمل مشاركه؟ مثلا سويت الواجب، رفعت الفولدر، سهل رفع بدوش شيء. الان بس ترفع وتخلص بتيجي على الفولدر، مثلا على هاي الفولدر، وتعمل رايت كليك، في بتطلع لك هون كلمه جيت شيرابل لينك، شايفينها؟ او اذا بدكم تضغطوا على هاي الجنزير اللي زي الجنزير، وين ما تشوفوا الجنزير معناته شير مشاركه. شو اللي بدك تشاركه؟ تعمل له كليك. لما عملت كليك يعني حددته، بعد ما حددته رايت كليك شيرابل. لما تعمل شيرابل لما تعمل شيرابل هون لينك كويس، بعطيك هنا شيرنج سيتنج، شير سيتنج، بعطيك خيارين، انه كان فيو، يعني اللي بده يشارك بس بيقدر يشوفه وينزله، لكن ما بيقدر يعدل عليه، ما عنده صلاحيات التعديل. شو باجي بقول له؟ بقول له كوبي لينك. شفت هاي كلمه كوبي لينك؟ طلع لنا هاي. بقول له كوبي لينك اللي هي بتاخذ الرابط اللي بتبعث لي اياه ايميل او بتحطه على موقع تسليم، حطه جوا ملف وورد يا ستي، افتحي ملف وورد او باوربوينت واعملي كنترول في. شو طلع لي؟ الرابط درايف مش عارف ايش كذا كذا كذا. معناته انت هون ايش سويتي بالضبط؟ شيرتي اللينك هاي. هيا شفتيها؟ هذا الشير من وين بتجيبيه انت؟ بتجيبيه من الجوجل درايف. هذا اللي بدي يصلني انا، مجرد ما وصلني كيف كنت تعطوني اياه؟ كيف كنت تسلموني اياه؟ كيف من هون؟ ملف انو ملف؟ اعملي ملف، اعملي ملف، انت اعملي ملف وورد جديد. حملتي وعملتي كوبي وبيست، بيست وين؟ ملف فاضي، ملف وورد فاضي، ملف باوربوينت فاضي. زي ما عملت هيك بتخزني هذا الملف وبتسلميني اياه، لانه على موقع الجامعه ما بيرضى ياخذ اللينك هيك زي ما هو، لازم جوا ملف. اذا لازم افتح ملف. شو نوع الملف؟ مش مشكله، وورد باوربوينت مش قضيه، بس بفضل وورد. تفتح وورد وبيست خلص، ولا تكتب شيء، بعرف انه هذا الملف شو ماله على الدرايف. انا بعمل كليك، بنعمل له داونلود، بنزله عندي بشوفه. كيف بدك انت مش عملتي لينك كوبي لينك هون؟ ركزي معي. هسا الكوبي لينك هاي اللي عملتيها هون، وين تعملي لها بيست؟ ملف فاضي، ملف جديد على الوورد، انت بتفتحيه. بس تفتحيه بتعملي بيست. بتخزني هذا الملف الجديد وبتسلميني اياه على موقع الجامعه. مش كما ابلود على موقع الجامعه، براوز. وكيف بتسلمي الواجب؟ خلص. وصلت؟
طيب سؤال، بقدر أشير هذا الديسك أو هذا الفولدر أو هذا الملف وخلي واحد يصير يعدل عليه؟ آه شوفوا طلعي هون، طلعي كان إيديت، وينك عم تكليك هون؟ كان إيديت، إيش يعني كان إيديت؟ يستطيع أن يعدل. هذا إذا خليته يصير يعدل بصير اسمه ويكي. شو بصير اسمه؟ ويكي، يعني تبادل تفاعلي، بتبادلوا الملفات بدون ما أودي لك إيميل، بدون إيميل. وهذا طبعاً إشي مستخدم بشكل هائل الآن، أصبح كل العالم شغل وين؟ إحنا بنودي عينات الواجبات، عينات الاختبارات النصفية لكم للجامعة، بنودي للمركز الرئيسي، بعدين بيجوا مختبرين خارجيين. أول كانوا يحجزوا لهم فنادق وسفروهم وجيبوهم على الكويت وقصة. هسا شو؟ كل واحد في دارهم. بنودي له لينك، هو بفوت على اللينك على المواد تبعته، بعمل تدقيق، بحط نوتس وخلص وكل شيء محله. بفوت العميد بشوف، بفوت أنا المنسق بشوف، رد على الملاحظات. صار يعني عملية اتصالية هائلة جدا وإحنا قاعدين في بيوتنا. هذا إشي ممتاز. السيئات، النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها كمثال على التدريس بتاعت الحاسوب المعزز بالحاسوب، الأردن مقبلة بشهر 4 إن شاء الله على اختبار تيمز الدولي. سمعتوا في اختبار تيمز؟ هو اختبار في العلوم والرياضيات للتحصيل لصف ثامن. كويس؟ طلعنا بفكرة مع مدرسة اسمها مدارس الاحتراف الدولية، IBAS إيليرن. هذا IBAS إيليرن، هذولا هاي المدرسة اللي فيها أولادي. لا غلط، هاي سنة شو IBAS إيليرن، أيوة هياتها مودل. هذا موقع المدرسة، مدارس الاحتراف، هي مدرسة في عمان، أكاديمية مدارس الاحتراف الدولية. عملنا لهم شغلة جديدة. شو هي الشغلة الجديدة؟ سوينا كورس سميناه تيمز. هذا الموقع هو نفس موقع إدارة التعلم تبعتنا، بيشبهه يعني، هو نفسه مودل. كويس. عملنا إشي اسمه هاي كورسز تيمز. شايفين كلمة تيمز؟ ممتاز. الآن أنا مشكلتي مع تدريب الطلاب على إيش؟ على الاختبار هذا الدولي. فيش وقت، وعندهم المدرسين مناهج يدرسوها. فروحنا شو عملنا لهم؟ عملنا لهم كورس. أول شيء فيديو تعريفي، حطينا لهم فيديو تعريفي. ما هو التيمز؟ إيش معناه؟ شو ولولي الأمر كمان؟ هذا بيقدر يفوت عليه ولي الأمر. بعدين جينا عملنا لهم هون أوراق عمل، عملنا لهم رابط حصص مباشرة، منتدى للنقاش، زي اللي أنتم بتشتغلون بالضبط. عملنا لهم الإشي الأقوى من هيك، عملنا لهم هون إيش؟ اختبار رياضيات واختبار علوم. بيدخل الطالب على اختبار الرياضيات، بصير يمتحن حاله. هذا 2007، البوكلت تاع 2007، حوالي 72 أو 65 سؤال تجريب، بجرب حاله. أنا بالنسبة لي طلعوا كم واحد صار داخل؟ 109. بشوف كل واحد شو جاوب وين غلطاتهم وبحل الامتحان. لو حابب أشوف الامتحان، شوفي طلعي. بعرف هيو طلعي. بيجيهم السؤال، بيجاوب الطالب مثلا كتب 15 أو 12 next page. هذا زي الامتحان الإلكتروني تاعنا تاع الجامعة. طلعي كيف برد، بيجي سؤال مثلا حطوا هون 40، أنا بجاوب عشوائي ترى next page وهكذا. بس يخلص شو بيطلع له؟ بيطلع له إجابته صح ولا خطأ وكم نتيجته. طب واحد بده يعرف، طب ليش صح وخطأ؟ عرف الغلط وين، بس مش عارف ليش الصح هيك. رحنا شو عملنا لهم؟ عملنا لهم فيديوهات لكل بوكلت بشرحهم بالتفصيل كل سؤال، كل سؤال بفيديو مستقل. هياتوا زي ما انتم شايفين قدامكم، يعني هون بشغل الفيديو بشوف الطالب الحل وليش هذا السؤال الحل هيك وشو بدائل السؤال. شوف، ارجعي لي على كلمة التعليم الابتكاري والتعلم الذاتي. يعني أنا نقلت التعليم من إنه الأستاذ لازم يظل موجود إلى تعلم الذاتي للطالب. هسيت أنا قاعد بتابعهم، شو بقول لهم؟ جبنا أولياء الأمور وعيناهم، يا شباب يا إخواننا صبايا، حثوا أولادكم بس يفوتوا على الموقع، ما بنياهم يدرسوهم ولا بك توقف الأستاذ.
كله موجود، بس بدي اياه ايش يسوي. وبعدين احنا ما استغنينا عن التعليم العادي المعتاد اللي متعودين عليه، قلنا لهم راح نعمل لكم امتحان 2011 ورقي، لانه انت راح تمتحنوا ورقي، بس تدرب هون وتعال امتحن على اسئله غير، الرد مره ثانيه بنعطيهم امتحان اخر. يعني بصير الطالب هون يتعرض للامتحان كم مره؟ عده مرات. لما يدخلوا على الامتحان الفعلي بيكونوا مستعدين، يعني قدر الامكان. على الاقل احنا دورنا كمعلمين وكاداريين، هذا الكلام لما اجوا يوم الخميس اجوا المكتب الاعلامي من الوزاره، من مكتب الوزير، قال هذا الشغل اول مره بنشوفه. فهذا نوع من ايش؟ التدريس المعزز بالحاسوب. احنا قاعدين نتكلم عن ما داخل الغرفه الصفيه. احنا نقلنا الحاسوب داخل الغرفه الصفيه، داخل البيت، بطريقه ذاتيه تعزز التعليم عند الطالب، تحفزه. حتى الطالب الضعيف في منهم بيستحوا يحكوا قدام زملائهم، لكنه هو بجوز لو يدرس لحاله هيك بكون. اذا خليه من وراء الشاشه، بصير عنده جرأة بعدين انه يتكلم. وصلت الرساله؟ مثال ممتاز رائع، وعرضنا عليهم انه هذا مفتوح لكل المملكه، اللي بيحب يودونا اسمائهم واحنا بنشاركهم معنا. وصلت كيف الطريقه؟ هسيات اخر نقطه، اخر نقطه اللي هي توزيع المهام. يلا